كلها نص ساعة وصحتك هتبقى كويسة. ايه انت خايفة؟ تخاف ازاي؟ دي وراها رجالة. ما تتأخريش، احنا كلنا مستنينك. اتأخرت ليه يا صلاح؟ أنا آسف، المواصلات عطلتني. إيه الأخبار؟ دكتور البنج اداها الحقنة من دقيقتين. شاف عروسة امبارح واتكلم عليها. ما كانش قادر يستنى لبعد الأربعين. ده عاوز يدخل بعد الأربعين على طول. وانت يا بنتي هتعملي ايه؟ انا مبقاش ليا اقعد في البيت ده من بعد امي ما ماتت. وهتعيشي فين بس؟ هدور على شغل. والسكن يا بنتي؟ ده ما حدش لاقي سكن. بقولي ما تروحي تقعدي عند ولاد خالك في البلد. ولاد خالي على قد حالهم والناس ما بتستحملش حد. انت ام حسن؟ ايوه يا سي عبد العال، انا جايه اهو. قولي له اني همشي النهارده ومش عايزه غير هدومي. معاكي فلوس يا بنتي؟ الحمد لله معايا. يا ست زنوبه، يا ست زنوبه. مين اللي بيدى؟ انا ابراهيم، معايا جماعه عاوزين يتفرجوا على الاوضه الفاضيه. هو ده وقته؟ نهانته، خليهم يتفضلوا. اطلعي يا بنتي الاوضه في السطح. كتر خيرك ست زنوبه اميره وهتريحك. متشكره قوي.
اهلا اهلا اهلا، اتفضل يا حبيبتي. خطوة عزيزة. مش برضو ست زنوبة؟ خالتك زنوبة يا حبيبتي. اسمحيلي بس اخد نفسي. يا مدامة انت لسه شباب وبعفيتك. اصل طول النهار بلف على سكن ما استريحتش ابدا. ولو لفتي سنة بحالها مش هتلاقي. دي ازمة يا حبيبتي، ازمة مستحكمة. الحاج ابراهيم قال لي الاوضه ب 4 جنيه و50 قرش ميه. وماله؟ وربع جنيه نور السلم، يعني 5 جنيه لربع. وربع جنيه غلاء معيشه، يعني 5 جنيه مقفوله. دي الاجره. وفي ايه تاني؟ كلون الباب. ماله؟ حصل له. بكام؟ ب60 جنيه ومن غير وصل. يعني خلو رجل. بقول لك حصل له كلون الباب، تقولي لي خلو رجل؟ ده انا حتى بستحرم. لا لا مش قصدي، انا موافقه. بس اوعي بعدين تروحي للمحافظ. لا طمني. ومين بقى اللي هيسكن فيها يا حبيبتي؟ انا. لوحدك؟ ايوه. امال العيله فين؟ انا ماليش حد. وانت يا اختي ولو فيها رزاله، عازبه ولا متجوزه؟ انا مش متجوزه. بس البيت فيه جماعه عزاب، وانت عيني عليكي بارده. يا ست زنوبة كل واحد هيبقى في حاله. كان على عيني يا اختي، اهل الحتة تاكل وشي. اعملي معروف، انا يتيمة ومقطوعة من شجرة، يرضيك انام في الشارع؟ لا حول الله يا ربي. تعال تعال يا بنتي افرجك على الاوضة. تعال. ايه رأيك بقى؟ كويسة اوي. الشباك ده بحبح هواه يرد الروح، وانا مركبه له حديد علشان الحراميه ما تطلعش عليه. الاوضه زي الفل، لا فار ولا صرصار ولا نمل حتى. وانت طلع عليك الباقي بيرش عليه شويه جاز. اتفضل. طيب يا اختي انا هحضر لك الوصل بكره ان شاء الله، تكون انت جبت العفش بتاعك. امال هتقعدي على البلاط؟ لا بس اصلي ما عنديش حاجه ابدا، ولا سرير ولا مرتبه ولا كنبه تصنبولي حتى ابدا. يا نظري يا اختي. طيب انا هجيب لك حاجه من عندي. كتر خيرك يا ست زنوبه وربنا ما يحرمنيش منك ابدا. تعيشي يا ضناي عن اذنك. مساء الفل. انا مش قايله لك 1000 مره تحط خشه تحت الهون احسن، السقف هيتهد. تحت امرك يا ست زنوبه. هو ماله يا اخويا بيسبلني في عينيه كده ليه؟ سليبر. مساء الخير عليك. مساء النور. الغسيل اهو، شوفوا ايه اللي حتكبوه وحضروه للصبح. متشكرين يا ست زنوبه. الاوضه انا سكنتها يا اخويا، بس على الله تعملوا باصلكم. ساكن الجديد راجل ولا ست؟ لا ست. استريحت بقى. الشغل ايه؟ وانتوا مالكم؟ انتوا مش مكاتب في البيت؟ مش انت تطلع كودي تزازا يا نار ولا عفريت ازرق ان كان عاجبكم؟ اموت انا. يا دمك كده. يا ترى مين؟ شكلها ايه اللي خدت الاوضه؟ اكيد واحده عجوزه وشها يقطع الخميره من البيت. احنا لازم نطفشها. صح. احنا مالنا ومال الناس؟ هي اللي تضربوا الشمس ويسكن في اوضه زي ديت يبقى ناس؟ بنات ست مولالي اللي قبل كودي تسهر، لما كان تخرج ملة السرير والكنبه الاسطنبولي عشان ترفضها، والباقي ينزل علينا وما نعرفش نذاكر ونسقط في الامتحان. وانا بنجح ازاي؟ لا مؤاخذه انت ما بتحسش. كده؟ يعني الحل الوحيد انكم تطفشوها. ودلوقتي حالا والعمليه سخنه، يلا بينا. انت واقف ليه؟ انا هراقبكم من بعيد. ولو شفت ست زنوبه جايه هصفر لكم عشان تذوقوا. يلا. هلا الله. اللي هنا احنا الجيران اللي تكنين تحت. اهلا وسهلا، لا مؤاخذه، عينيا فيها الصابون. هي كلمه ورد غطاها. وكلام بيننا وبينك ست زنوبه ما تاخدش خبر. خير ان شاء الله. انت لا كتبت عقد ولا جبت عفش، تاخديها من قصرها وتدوري لك على سكن تاني. هو حصل حاجه؟ بصراحه البيت متصلب وقايل الصوت مخوخ وهيقع. وانت عارف البيت لما يقع اول حاجه تنزل السطوح، وياخد في سكته الدور اللي تحته واللي تحت اللي تحته لحد ما ينزل في الحوش زرع بصل. مظبوط.
وانتوا ساكنين فيه ازاي؟ مش انتوا الجيران؟ ايوه. وساكنين تحت؟ ايوه. امال قاعدين في البيت ازاي؟ ايه رايك انت؟ زي الامر. ما تكونوش محتاجين الاوضه؟ ابدا والله. احلف لك بيه لو كنا احنا اللي ساكنين فيها كنا تنزلنا لك عنها وصعنا احنا ونمنع الرصيف. امال ايه الحكايه؟ الحكايه زي ما قلنا لك، احنا بصراحه كنا فاهمين الكود يتزار. اشمعنى يعني؟ اصل الساكنه اللي قبليكي كانت كود يتزار. عدوي كانت حيزبون وقلب دماغنا، لكن احنا عملنا البدع لحد ما طفشناها. فهم. الافندي ده طالب في كليه الطب البيطري. اهلا وسهلا. كان بيطلع لها في نص الليل في عز الضلمه الكحل، ويكاكي ويبابق وينهق. انت بتعرف تنهق؟ اجدع من حمار. حتى شوفي. وانا بقى عشان بطل رياضي وايدي زي الحديد كنت اخبط لها على الباب والشباك، لبشتها قالت الحقوني البيت فيه عفاريت. عملوا لها زار. مش قادره اقول قهوه ولا حاجه. لا، ما احنا هنبقى نطلع نشقر. بس اوعى تطلعها في الضلمه. على اذنك. يلا عادل. يلا مات. يلا انت. انا حيلا. يلا يلا. عملتوا ايه؟ طفشناها. حضرتك مين؟ انا نور. اهلا وسهلا. عن اسمك؟ كنت فين كده بالصلاه على النبي؟ كنا بنتحايل على سنور ينزل، مرضيش. وهو بيهبب ايه فوق؟ بيهبب ايه فوق؟ اطلعي شوفي بنفسك يا اختي. اوعى اوعى من فلوق. انا اللي بقول عليك عاقل، تطلع اسخم واذن سرير. ايه يا ست زنوبه بس، حصل ايه؟ حصل ايه؟ حصل انك واقف في الضلمه علشان تخش وتعمل الموشح. ده انا طالع عشان انزلهم. يا خرابي، بقى هما يقولوا انهم بينزلوه وانت طالع تنزلهم. يا ناس يا عالم، انا زهقت منكم. خلوا عندكم ذوق، خلوا عندكم احساس. طبعا عنك انت بس. اوعى كده، مالكش دعوه. واقصر الشر وانزل التوا بقى، ده نوم الظالم عباده. الله الله. طب اهدي انتوا مالكم كنتوا نازلين مبلمين كده ليه؟ ما لقيناش حد فوق. ما شفتوهاش يعني؟ لا. انت شفتها؟ انا؟ لا. يا ترى راحت فين؟ لازم نزلت تبات بره بقى. على بال ما تجيب العفش. هو مين اللي قال لزنوبه ان انا فوق؟ مش عارف. انت عارف؟ انا؟ ابدا. انا عارف. النبي؟ مين النور؟ العصفوره. ماشي. صلاح، العصفوره دي باين عليها فتانه قوي. يا ساتر يا اخي، دي ما بيبانش بقها فوله. ما تزعليش يا ضنايا، هم صحيح عشقية ومعجونين بمية عفاريت، لكن قلبهم أبيض زي البسطة البيضة. هم تلامذة؟ أيوة، في جامعة القاهرة. أظن سعاد الأصغرهم. وبيدرس إيه؟ في الطب البيطري. عشان كده بيعمل صوت الحمار. أيوة، بعد عني خايب ونايب، ديك النهار كلب الديران عيلي كشف عليه قال إنه حامل. لكن سنور باين عليه شاطر قوي، انما صلاح خطه ما وردتش على حد. السنه اللي فاتت كان في سنه تانيه، نجح راح سنه اولى. طب وسنور؟ سنور صلاه النبي عليه، ده الالفه. هو في سنه ايه؟ السنه دي هياخد شهاده الهندسه.
ده من حيلة كبيرة قوي. أبوه الله يرحمه كان عنده عزبة 90 فدان، لكن يا حسرة قلبي مات ما سابلوش ولا مليم. أمال بيصرف منين؟ خاله بيديله على القد، بخيل وميت على الدنيا. أمال والدته فين؟ ماتت يا حسرة قلبي وهو عنده 5 سنين. أمال هو ليه عينه مش مفتاحة ونفسه دايما مكسورة؟ أول يا ابني ما خرجت من الأوضة رجلي اتسمرت في الأرض، أنا بقيت في نص هدومي. تعالوا تتكلموا كده للصبح. احنا ورانا ايه؟ ذاكر؟ احنا كلهم هنذاكر؟ ايوه يا اخي. ولا عايزهم يلفدوك؟ ما كنتش فاكر ان الكراتيه ده هيوقي لك عيش. وانت يا سعاده ذاكر لك شويه، ده ابوك باع نص فدان عشان يصرف عليك ويكون في علمك. كان مفيش حد ساكن في الاوضه، ولو شفتوها محدش كلمها. اه سعيده سعيده ولا حتى سعيده؟ ازاي بقى؟ وسمه ايه؟ الاتيكيت؟ لا ما انا عارف الاتيكيت بتاعك، اياك تهاون ناحيتها. الفعل اللي عملته مع بنت حشمة يا فندم. واحدة ساكنة فين؟ قال الواحد ده مبروك. طب ذاكر ازاي؟ انت مذاكر؟ وده معقول؟ دي عليها حتة ابتسامة يا جدع. ولا عينيها. اللي قول لي هي احلى ولا خطتك اللي في البلد؟ اعوذ بالله يا راجل ده احلى منها. لكن دي غنيه. انت بتقولوا ايه؟ بنذاكر. بنذاكر قوم بينا نقعد جوه. يلا فين؟ داخلين جوه هنسمع على بعض. لأول مرة في حياتي بحس بالحب، هي دي اللي بدور عليها من زمان. البنت دي من نصيب أنا؟ لا دي مش من صنف رياضة، دي باين عليها مؤدبة. كلهم أخويا في الأول بيعملوا مؤدبين، وشرفك ما هي مستحملة مني غلوة واحدة. تعرف لو مسيتها بحاجة أنا هعرف شغلي وياك. هتعمل إيه يعني؟ هنكسر بعض. طز كده؟ طيب. فتاة أو سيدة لرعاية سيدة مريضة، المرتب مجزي. متأسف يا بنتي، احنا عايزين واحدة كبيرة وجسمها جديد. اعمل معروف، انا محتاجة للشغل قوي. اختي حالتها مش طبيعية وخدمتها صعبة. هو ماله، انا مستعدية اخدمها ليل ونهار. انا خايف عليك، احيانا لها تصرفات انت مش قدها. فهمي عاوزة ايه؟ فهمي مين دي؟ دي كانت جايه تقعد معاكي بدل ام سيد. لا انا مش عايزه ام سيد، ام سيد بتضربني. انا عندي دي. انا اتاخرت عن الشغل، يلا بينا يا بنتي. عن اذنك ليلى، يمن عليكي تسيبيني لوحدي، انا عايزاكي تونسيني. كان اتفضل حضرتك. هتقعدي؟ ايوه هقعد معاها. خلي بالك اللي حاطه فلوس في صدرها، اوعي تقربي منها احسن تفتكر. ربنا معاكي. مع السلامه. تعالي قربي تعالي. يلا بينا بقى نطلع اوضه النوم. ما قالش حاجة. هو حد يقدر يقول عليكي حاجة؟ اوعي تكوني فاكراني مجنونة. لا بعد الشر عليكي. مفيش صنف ده ما يحتواش الا 15 ليالي. طب اتخرج بتقول ايه؟
ما تشوفوها اطلقت رسالة. لا في عينك وعقيدك. طب اقطع دراع المكان بوليسي الاداب مسكها دلوقتي. يا اخي بدل ما تقعد تتكلم عندها سكك حاجه سكتها. كل ده عشان ما رضيتش تخرج معاك الاسبوع اللي فات. انا؟ ايوه انت. انت فاهمها ايه؟ فتح باب. اهي وصل. الحمد لله. بس فتح باب. صحيح اللي فتح شمال. لو تقولي لي بس يا حبيبتي انت بتعيطي ليه؟ طول النهار واقفه على حيلي ما اكلتش لقمه طول اليوم في عذاب. طب وليه ده كله يا حبيبتي؟ بختي طلعت الست اللي بشتغل عندها مجنونه. مجنونه؟ يا دي البخت. طب ما بلاش يا حبيبتي الشغلانه المهببه دي. واكل منين؟ وانا يعني لقيت غيرها. شايف الكرباته على؟ شايف؟ 7 جنيه. واخدها من واحد صاحبي عطاوي. بكره هلبسها وامسح شغلي. تعالى شوف البنت المسكينه اللي انت ظلمتها، طول النهار بتشتغل عند واحده مجنونه مسقيها النور. ما انا غلطان صحيح. انا لازم اطلع اطيب خاطرها بكلمتين على النور اللي شافته. واجب انا. هيا. شايف يا سنور صلاح قال عليها ايه؟ وهي يا كبدي طول النهار لا كانت ولا شافت. محدش بيحس بالفقير غير الفقير اللي زيه. عشان كده انا حاسس بيها. انا عمري ما هنسى ايام ما كان خالي وقفني قدامه ويذلني عشان يديني قرش. ويوم الجمعه ولاده يخرجوا يتفسحوا وانا محبوس في البيت. الفقير عمره ما بيشوف راحه. ولا يكون عندك فكره. سيبك من الشغلانه دي. انا بكره هصحيك بدري. نروح عند واحد قريبي غني قوي ومركزه كبير. في ظرف 24 ساعه هيشغلك في شغلانه هايله. ايه رايك بقى؟ كتر خيرك. تصبح على خير. وانت من اهله. تعالى هنا. ايه؟ مين قريبك الغني ده اللي بتقول عليه؟ عمي. عمك؟ انت كميله، ده انت اغنى واحد في عيلتك. وطي صوتك او كلام. ما عندكش ضمير؟ وانت بيخيل عليك التمثيل بتاعها ده؟ برضه بتقول تمثيل؟ طبعا. لقيتنا مؤدبين وذوق، تعمل ايه؟ هات يا عيان عشان واحد يرق. يطبطب عليها كلمة في حدوتة تشبك معاه. أنا مش قدامك أهو واخد بينا معاك بكرة الصبح. ها؟ صباح الخير. ده انت شاطر بتقلد صوت الحيوانات كويس قوي. من عشر الام. امال فين صلاح؟ نايم بيشخر. يا خبر، ده المفروض يمر عليا علشان نروح نقابل قريب. اه ما هو اتصل بيه امبارح بالليل اسافر العزبه. عشان كده انا جاي اوصلك. كتر خيرك، ما تتعبش نفسك. ولو اللي محطط الاتوبيس ملوش لزوم. لا ما هو عيب تمشي في الحاره لوحدك، واحنا دلوقتي بقينا جيران واخوات. متشكره قوي. كل يوم الصبح اوصلك. عن اذنك بقى لما اروح اكمل لبسي تكوني تلبسي. ها حاضر. نومه. مين اللي قال لك؟ عادل. وقال لي انه قريبك سافر العزبه. بالظبط. لكن انا اقدر اكلمه في العزبه او اكلم سكرتيره، مش مشكله. عن اذنك البس واجي حالا.
يلا يا ليلى. الله، امال فين صلاح؟ نام تاني. يا خبر ابيض، لحق. ايوه، وبيعتذر لك جدا، ولما يجي عمه هيكلمه على طول. طيب. وكمان الجرباطه طبعا، وعينك سود. لك ايه يا حاج؟ لا وكده بقى مالكيش حاج. صباح الخير يا حاج. اهلا. يا صباح الفل والياسمين والعطر والبلابل، نعسان على الشجر بتميل. اخ، مالك يا انسه فهيمة بتعيطي ليه؟ العصفورة ماتت. طفلة صغيرة لسه بترضع، وقعت من العش، لقيتها مفرهدة. دي صاحية، انت مسكتيها ازاي؟ مين قالك انها صاحية؟ دي ميتة، ميتة. قولي لي يا حبيبتي، امك في العش ولا طارت؟ انت عارفة هي وقعت من على العش ازاي؟ لا مش عارفة. امها سابتها، اصل في عصافير زي الستات تمام، تروح على راجل تاني وترمي عيالها. اكيد امها حبت واحد تاني. تلاقيها دلوقتي هناك بتتجوز. مبروك عليكي عريسك الخفة. طب يلا قومي اشربي الشاي. لا، احنا لازم ننقذ اخواتها الغلابة اليتامى. اخواتها لسه فيهم الروح. يلا قومي وقوميني عشان نروح ننقذهم. انا خلاص قررت ان افتحها حضانة، كل عصفورة ترمي ولادها هاخدهم عندي في الحضانة. يلا العش فوق الشجرة، يلا اطلعي. طب ما تخليها لبكرة. النهاردة. طب خليها لبعد الظهر. دلوقتي. يلا مستنية ايه؟ تعملي ايه همة؟ يلا يلا. خد بالك انا عازمها عشان تتفرج عليا. الاول هنعمل مع بعض شويه استعراضات، خد بالك، وبعدين هفضل انزل فيك ضرب لغايه لما اغلبك. ها استنى صلاح. ايه؟ امال 200 جنيه انت مسؤول على ايه؟ هجيبه لك من الشقه. اسبق اللي انت على السطوح وانا هغير هدومي وهحصلك على طول، واخد بالك؟ بالنسبه للجنيه اطمن. خلاص. سعيد عادل. يا مرحب. الله، ده التموين وصل اهو. ايوه يا سيدي. حاسب يا اخي. جعان يا اخي. لا باي عليك. الله، انما انت متواضع بالحكايه دي لمين بقى؟ انت مالك؟ اه لازم عشان ليلى. حلو قوي قوي بقى يا اخي. هوينا بقى. صباح الخير يا ست زنوبة. صباح النور يا روح زنوبة. ايه يا اختي الحلاوة دي كلها؟ اصل اخو الست اللي بشتغل عندها اداني قرشين جبت بيهم الفستان ده. تدوبي عدد قطان وان شاء الله. الله يخليك.
يا اخويا اللي انت عامله في نفسك ده؟ اصلي جاي بطل الجامعه في الكاراتيه عشان نلعب ماتش سوا، وكنت جاي اعزمكم. خلاص يا اختي ما دام عزمنا مفيش مانع نتفرج. يلا حصلنا يا عادل على السطوح عشان نتفرج على الماتش. اتفضل على السطوح. وانت حبيبك تغلب ده؟ وده ايه ده؟ دلوقتي تتفرج. اتفضل. الله، ده انت يا اخويا مجهز كل حاجه بالصبح. كل يا اختي ده هيعجبك قوي، هتاكل صوابعك وراه. يا اخويا ده محطوط عليه ايه؟ عسل اسود ومنيل. لا وانا مدرب في المقبض، فين الجنيه؟ ما تبقاش مادي يا اخي. بصراحة أنا ما معيش، لكن بشرفي يوم الخميس هعبط كمان جوز جنيهات وهديك الجنيه. والله العظيم عيب عيب كده. طمني عيب. شوف قوم يا فالح ده تكميلة خليت رقبتنا زي السمسمة. يا صلاح يا عادل. الله عادل ده نور. يا صلاح طابة شكر. الله مالك يا نور؟ فالح لا تعبان شوية معيش. سلامتك يا اخويا. الف سلام. الله يسلمك. تعالي يا اختي تشوف عنده ايه. معلش اصل يا ندامه ده انت بقيتي مننا وعلينا. تعال مالك يا نور؟ لا مفيش. تعال يا حبيبتي. سلامتك يا اخويا. الف سلامه. الله يسلمك. ايه مالك انت بردان شويه؟ انت عيت بالملاريا قبل كده؟ زمان. طب من فضلك هات له بطانيه. اجيب لك اسبرين يا نور؟ لا هو محتاج ل... لايه؟ ايه انت محتاج لايه؟ نوفالجين كنين. بس بسرعة. ايه لسه بردان يعني؟ انا هروح اجيب لك لحاف من عندي. وانا هنزل لك دخان اجيب لك الكنين بسرعة. من فضلك هو المطبخ فين اعمل له شاي؟ لا انا هقوم اعمله. اتفضل. سلامتك. طمنيني. بعد ما هتاخد الدواء هتبقى كويس ان شاء الله. انا عايز اطمن عليك انتي. علي انا؟ لسه تعبانه في الشغل؟ لا ابدا. الست ابتدت تاخد عليا واخوها قال انها بتحبني. حلو قوي فستانك ده. جديد؟ ايوه. مبروك. ده اول فستان جديد اشتريه في حياتي. انا كمان. بقالي 4 سنين ما اشتريتش حاجه جديده. ان شاء الله لما هتتخرج وتشتغل هتفصل بدل كتير قوي. وانتي كمان هيبقى عندك 100 فستان. 100 فستان؟ ده انا لازم هشتغل خياطه. بالك حاسس بحاجه؟ لا ابدا بردان شويه بس. ايدك سخنه شويه. أنا متشكر أوي. مع السلامة. الله يسلمك. ما تبي تيجي علشان تطمني على الأم؟
مش فاهم. أنا جيت بس عشان أطمن عليك. صباح الخير يا سيمور. صباح الخير. اتفضلي. لا ادخل أنت من البرد أحسن تتعب تاني. ما تخافيش. أنا خلاص خفيت. معلش لازم تستريح وبلاش تنزل النهاردة. مش عايز حاجة أجيبها لك من إيديا؟ متشكر أوي. صباح الخير. صباح النور. طب حنشن بقى علشان ما أتأخرش. مع السلامة. الله يسلمك. على فين؟ هروح اوصلها ويمكن نروح سينا سوا. يا اخي لعن الدم. سعيد حلو. صباح الخير يا حاج. اهلا. صباح النور يا اخويا. ايه العبارة؟ كل يوم واحد يجيبها وواحد يوصلها واحنا قاعدين هنا الكراتيه. صحيح اللي اختشوا ماتوا. طب انت رايح فين؟ هسافر اجيب فلوس من خالد. طب اقعد لك يومين ثلاثه اغير هوا. عندك حق. انا حاسس ان اليومين دول مش تمام. نور خد الدواء معاك. انا الضايع بتاعي ملوش دواء. عارفه؟ عارفه؟ عارف ايه؟ الفقر هو في غيره. المجموع 9650 جنيه و520 مليم، ده غير ايراد مزرعه الفراخ. كويس. يعني كلهم دفعوا؟ كلهم يا فندم. طيب اشرب القهوه. كل سنه وانت طيب يا خالي. وانت بالصحه والسلامه. روح انت ابعت لهم انذار عشان ما دفعوش. مين هم اللي ما دفعوش؟ يا اخي افهم. ابعت لهم انذار عشان ما دفعوش. حاضر هبعت لهم. هبعت لهم. بتذاكر كويس دلوقتي؟ الحمد لله. عال شد حيلك. والله يا خالي انا كنت عايز اطلب من حضرتك. هتطلب ايه؟ مبلغ بسيط عشان الكتب والمصاريف. وانا هجيب لك منين؟ ارجوك يا خالي انا محتاج للكتب دي ورايا التزامات. اديك شايف المستاجرين ما دفعوش ولا مليم. معلش يا خالي فاتت كتير وبعد ما اشتغل هرد لك كل الفلوس اللي خدتها منك. انت عارف عليك كام؟ ما هو كله بالكمبيالات. وانت بقى عايز كام دلوقتي؟ 30 جنيه بس. اسمع دي اخر فلوس هدفعها لك. روح ابعت الباش كاتب واكتب الكمبياله. متشكر قوي. بس ما تنساش تحط ورقة الدمغة. نور الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أنا عرفت إنك جاي النهاردة فقلت ألبس الفستان الجديد عشان أوريهولك. إيه رأيك؟ حلو أوي. عم صالح. أفهم. الباشمهندس هيتغدى عندنا النهاردة. الطباخ عامل إيه؟ شرب كاسية وحمام مخلي ودن. ياه وعندك عزومة النهاردة؟ كل سنة وأنت طيبة يا ست هاني. إديها نص شعبان. صحيح؟ كل سنة وانت طيب يا نور. يا ترى لما تدعي هتطلب ايه من ربنا؟ انجح في الامتحان بس. كفاية. تعرف انا هطلب ايه؟ ايه؟ يحبني قد ما بحبه. هو مين؟ اللي بحبه. هطلب كمان لما نتجوز نقضي شهر العسل في باريس. بتفكر في ايه؟ ابدا. امال مالك؟ اصلي مضطر انزل مصر. غريبه لكن انت جايب شنطه هدومك معاك. فعلا كنت ناوي اقعد يومين لكن نسيت كتبي. معلش نبعت السواق يجيبهم. لا اصلي سايب زمايلي لوحدهم. وانت عارفه الليله موسى. حكايه زمايلك دي مش حجه. معلش
لازم في حاجة تانية. كل سنة وانت طيبة. مساء الخير. مساء الخير يا نور. ازيك دلوقتي؟ الحمد لله. مش كان احسن تستريح النهارده وما تخرجش؟ ده انا بقيت كويس قوي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. تسمحي؟ معلش. عني كده. ما يصحش. لا لا عني. هاتي دي كمان. لا بلاش دي. الله. دي بقى اعلى كلوبك. ليه؟ لحمة؟ ايوه. موسم بقى، كل سنة وانت طيب. وانت بصحة وسلامة. طب عنك الفضل. لا لا. حصلك لطف. ما يصحش. اتفضلي. متشكرة قوي. العفو. تسمح. هاو اتفضلي. تصبح على خير. وانت من اهل. يعودها عليك بخير. كل سنه وانت طيبه. اتفضلي. بسم الله. تعيشي يا اختي. يلا تعالي كلي معانا. معاكو؟ مع الاولاد. ده احنا عاملين وزه تشرح القلب. اتفضلي انتوا بالهنا والشفا. ايه ودي تيجي؟ دي لازم موسم واللمه حلوه. يلا احسن صدور يزعل، ده هو ولا عزمي. يلا يا دمايا هاتي اكلك وتعالي معايا. يلا يا اختي. اتفضلي يا حبيبتي. خش يا حبيبتي. كل سنة وانت طيبة. ده احنا زرنا النادي النهارده. اتفضل. كده تاكلي لوحدك؟ دي لازم عامله حاجه حلوه. قولي لي بقى، تحب من الورد ولا من السيف؟ اي حاجه. انا عايز السلامك. ما تطول بالك شويه. خد يا حبيبي. اتفضل يا سنون. ادي نايب الليلة. لا انا اخدت كفايه. كل انت بس ولا تسيح من عندي. كفايه اللي اخدتها. ده مني، ما تكسرش كلام زنوب. خدي لو اديها لي. اتفضل. كل سنه طيب. طب ان شاء الله اللي ياكلها غيرك يتبحر. بحر بحر. يلا يا ولاد، النادي ما يوصل، كل واحد يدعي ويطلب اللي في باله. يلا. يا رب، يا رب نجحنا ولا تفرحناش ولا طفت مننا حد. يا رب يا ست زنوب. لا يا شيخ. اللي انت بعد ما تاخد البكالوريوس، حد فينا هيشوفك؟ هو ده الكلام. بكره نشوف. انا ما اقدرش اعيش من غيركم. النبي يا رب. بنية حلوه وصياده. وابقى بطل العالم في الكاراتيه. وطقطم رقبته يا رب. وانت يا ليلى. انا
مش طالبه غير ستر. ربنا يختي يسترك ولا يفضحك ابدا. وانت يا سمومي ربنا عالم اللي في قلبي. اقول لك دور عاوز ايه؟ عايز يتجوز بنت خاله. ما اي حاجه احنا عارفينها كلنا. اخوانا هو انتوا دخلتوا في قلبي؟ ايه ما انت حاطط صورتها في وقتك بقالك 3 سنين. بص يا سهيلة ايه رايك؟ لطيف قوي. لكن انا مش عايز. يا اخويا ما تتكسفش، هي ليلى غريبه دي حتى تفرح لك قوي. وبكره تهيص يا عم، خالك يموت ومراتك تورث وتبقى من الاغنياء. تعرف يا نسها ليلى نور هيتجوز بنت خاله والاستاذ بنت عمه وانا مسكين. مين اللي قالك بقى ان هتجوز بنت عمي؟ كل سنه وانت طيبه يا اخي. طيبه مستني من بدري، عايز اقول لك حاجة مهمة أوي. خير؟ أنا يستحيل أتجوز بنت عمي. ليه؟ أصلها وحشة أوي وبعدين طويلة أوي عليا. وهتصدقي الكلام اللي قاله صلاح. يعني صلاح كداب؟ وستين كداب. طب ونور؟ مالك؟ ما هو صلاح قال إن نور برضه هيتجوز بنت خاله، صحيح؟ آه، يعني دي حلوة وغنية و وبيحبوا بعض. لا دي حاجه تفور الدم. هما فاكريننا اوفف ولا ايه؟ واحنا ملناش في الطيب نصيب ولا ايه؟ هتنطي الحبل 40 مره، واذا غلطتي او وقعتي هتعيدي من تاني. بس 40 مره كتير. يلا اطلعي، يلا نطي فوق السرير، يلا. يلا. تاني. نور انا عايزك في كلمتين. تحت امرك يا حاج. انت راجل عاقل وطول عمرك ما طلعت منك العيبه. الله، حصل ايه بس يا حاج؟ لا ما هو اللي حاصل ده ما يرضيش حد. طب ما تفهمني بس ايه الحكايه؟ بقالكوا 6 سنين في الحته ما حدش قال عليكم كلمه، لغايه ما جت البت دي والحال اتقلب. كل يوم بتمشي مع واحد شكل ولا ياض. حصل كل ده وسكت عليه لغايه ما شفت الجدع اللي اسمه صلاح بيبوسها تحت السلم. انت بتقول ايه؟ هو ده اللي شفناه وما خافي كان ألعن. مين؟ انا نور. ثانية واحدة. مالك يا سينور؟ انت تلمي حاجتك وتمشي من هنا دلوقتي. ليه يا سينور؟ هو حصل مني حاجة؟ يعني مش عارفة ايه اللي حصل؟ لا مش عارفة. 6 سنين واحنا كافيين خيرنا شرنا، تيجي على الاخر تفضحينا؟ انا؟ لكن الحق مش عليكي، الحق عليا. انا كنت غلطان لما دافعت عنك. صلاح ما كدبش لما قال عليكي بتاعت شوارع. ايه مالك يا سنور؟ زعلان ليه؟ البنت دي مش عايز اشوفه بعد كده. ليه بس يا اخويا حصل ايه؟ كل يوم بتخرج مع راجل، هتضيع مستقبلهم. انت عايزه منهم ايه؟ فلوس ما معهمش، جواز مش ممكن. دول ولاد ناس، ويستحيل يتجوزوا واحده زيك. تعالى يا بنتي، ما تعيطيش حبيبتي.
لو كذبت على الناس كلها مش هتكذب عليا. انت حقيقي مستاهل، ما حصلش. كل ده كلام فارغ. دي حتى ما كانتش بتفهم اللي انا بقصده. دي مخلوقه غير كل اللي عرفتهم خالص. هي الوحيده اللي خلتني احس بالخجل. وندم على كل غلطه غلطتها. انا اسف. خلاص هتنامي معايا كل يوم؟ ايوه. هتأنسيني؟ شكرا. طيب انا هنام، تصبحي على خير. مش أول واحد، أنا حياتي كلها ظلم. الناس كذبوا عليا، لكن صلاح وعادل فهموني الحقيقة. ما كنتش قادر تسألهم قبل ما تطردني. دي غلطة عمري ما هغفلها لنفسي. أنا اللي مزعلني إنك صدقت كلام الناس اللي قالوا عليا. إزاي أصدقهم وأنا بحبك؟ بتحبني؟ من يوم ما شفتك عرفت إنك نصيبي من الدنيا. بنت خالك. مش معقول أتجوز واحدة كنت بشحت البدل من اخوها واستلف من ابوه عشان اكل. ايوه بس دي بنت خالك ومستقبلك معاها. انت مستقبلي وعمري وكل شيء بالنسبه لي. يا نور انت من عيله كبيره، وبكره ان شاء الله هيبقى مركزك كبير. يا ريتني كنت لقيتك. انت من دلوقتي خطبتي؟ لا يا نور، لا مش ممكن. انت بتحب بنت خالك؟ ابدا يا ليلى. ازاي؟ دي صورتها معاك بقالها 3 سنين. تعرفي ليه؟ عشان كل ما ابصلها احس بالفرق اللي بيني وبينها. افتكر الذل اللي شفته من ابوها، واذاكر واموت نفسي وانجح واشتغل وارد له كل ما ليه ما اخدته. وهي ذنبها ايه ما دام بتحبك؟ وانا ذنبي ايه ما دام بحبك؟ انا عشت طول عمري محرومه من الحب، ما سمعتش الكلمة دي من حد غيرك. أنا هجيلك بكرة بعد الظهر. لا يا نور، أنا حافظة هنا، ما أقدرش أدخل لحتة تاني. لا، إحنا هنرجع مخطوبين. أنا مش ممكن أبعد عنك لحظة واحدة. نور، هشتري الدبل قبل ما أجي. لكن الدبلة هتكون مقاسك بالظبط. أنا خدت بالي يوم ما جيت وأنا عيان. ايه فيه تاني؟ انا عايزك
انا عايز اتجوز ليلى. اوعى تجيب سيرتها على لسانك، كفايه اللي جرى لها من تحت راسك. اعملي معروف، روحي قولي لها ان هبقى دكتور قد الدنيا، واول ما اخد الشهاده نكتب الكتاب. بعد عمر طويل ان شاء الله، مش كده؟ ده انا هذاكر ليل ونهار. انت بتتكلم جد؟ خلاص يا ست زنوبه، ليلى رجعت لي عقلي. يا واد قول كلام غير. النبي تروحي لها يا ست زنوبه، ابوس ايديك يا شيخ. شوف يا اخويا كويس. طيب حاضر حاضر. ايه؟ يعني باريس عشان مواصلات. ها ربنا يخليك. اهلا اهلا وسهلا ست زنوبة. نعم يا حبيبي. والنبي ده تثبتي لي على الزرار ده، اصلي ما عنديش ابره. حاضر يا اخويا من عينيا الاثنين. هات يا رب يا ست زنوبة. عيني. عايز ايه؟ عايز ايه؟ عايز اتجوز. يا خبر اسود وقندل، انتوا جرالكوا ايه؟ ادي ربع جنيه اهو، واخطفي رجلك. فين؟ لليلى. ليلى؟ مش حرام تميلي بختها مع اللي اسمه صلاح ده؟ انت مش ناوي تتجوز بخاطرها؟ وده يخلصك برضه يا ست زنوبه. طيب ما تزعلش، هات بعد ما اعمل لك الزرار اقوم اخطف رجلي. متشكر قوي قوي قوي. اتصور كان هيجرالي ايه لو ما كنتيش رجعتي تاني. نور قال لي على كل حاجه. هو فين؟ تحت بيشتري الشربات. صحيح؟ ايوه. يا سلام، انا متاكد انه هيطير من الفرح. طبعا، مش انتوا اخوات؟ واكتر، خصوصا هو يحبني وانا احبه قوي. مش ممكن تكون بتحبه اكتر مني. انا امبارح ما جاليش نوم طول الليل لحد ما جالي الصبح. ما تتصورش احساسي كان ايه اول مره قال لي فيها بحبك. كنت هطير من الفرحة. الدنيا من غير حب ما تسواش حاجة أبدا. أيوة. أنت عمرك ما حبيت. أهلا يا علي. مبروك يا نور، ألف مبروك. الله يبارك فيك، عقبالك. مبروك يا ليلى. شكرا. ست زنوبة. نعم. ايه؟ اوعى تجيبي سيرة اني كنت عايز اخطب ليلى. انا فرحان لنور قوي. ربنا يخليكوا لبعض. ست زنوبة. نعم. ايه؟ هات ربع جنيه بقى. الله. بتعمل ايه يا صلاح؟ مالكش دعوة بيا. ايه عقله ماله، بلاش عبط. سيبني ارجوك. احنا مش كنا عايزينها ترجع البيت؟ اهي رجعت وهتقعد معانا. نور اخونا برضه، واللي يفرحه يفرحنا. اه صح. صلاح. يا
صلاح عاوز مني ايه؟ رايح فين؟ سايبلك البنت وماشي. ايه ايه اللي حصل؟ الظاهر عليك ما انتش حاسس بروحك. ايه اللي انا عملته يا صلاح؟ من اول ما السجن اتودع عليك منها حرمت عليها ما تكلمهاش، وانت من تحت بتاعتك تبص لها وتشغلها. ايه اللي انت بتقوله ده يا صلاح؟ انت قلقان؟ ما بتحبش الا نفسك. بكره يعني. تعرف يا نور، الحب بيغير في الانسان حاجات كتير قوي. ازاي؟ ست فايمه اللي بشتغل عندها اول ما عرفتها ما كانتش تخلي حد يقرب من فلوسها، دلوقتي بتديني الكيس اعد لها الفلوس وتحط الكيس في رقبتها وهي مطمنه خالص. طب وانت الحب غير فيكي ايه؟ حبيت عمري عشانك، ابتديت احس ان حياتي غاليه عندي قوي. مالك تعبت كده على طول؟ لا ابدا، بس انتوا بتستحملوا اكتر، علشان كده كان نفسي اكون ولد. دلوقتي كمان نفسك تبقى ولد؟ لا يا اخويا كده احلى. نور حد يشوفنا، تصور بقى لو كنت بقيت ولد. ده انت كنت هتبقي ولد زي القمر، كان زمان البنات كلها بتتخانق عليك دلوقتي. ايوه يا اخويا، بس عمرنا ما كنا هنتقابل. مين عارف، مش يمكن كانت تجمعنا الظروف ونتخانق على نفس البنت. تصور يا نور، عمري ما انبسطت ولا ضحكت كده. تعرفي يا ريتني كنت اقدر اخلي حياتك كلها ضحك. انا بعد ما هاخد الشهاده هشتغل بايديا واسناني عشان اساعدك. وانا هكون جنبك وهشتغل واجيب فلوس وفي البيت هطبخ وامسح وامسح واعمل كل حاجه بايديا. انا كل اللي بحلم بيه بيت صغير وتبقي دايما جنبي. وهتفضل تحبني كده على طول؟ لغايه لما تبقي عجوزه وكركوبه. مالك؟ حاسه ان السعاده اللي انا فيها عمرها قصير، ومتهيألي هموت صغيره. بلاش عبط، انت هتعيشي لغايه لما يبقى عندك 100 سنه. لا الله، هو ايه اللي لا؟ لا يا شيخة، على ايه الكلام ده؟ ليلى، ليلى، مالك يا ليلى؟ نور اتفضل. شوف دكتور بسرعة. مالها؟ والله دكتور من عندكم يا فندم، ما تعرفش هيرجع امتى؟ اصل النهارده الجمعه ومش لاقي دكتور ابدا. طيب مع الشكر. يا كابتن في تليفون عشانك. مين؟ واحد اسمه عادل. قول له مش موجود. ده بيقول ان ليلى عيانه. ليلى؟ ايوه. الو، ايوه انا صلاح. ايه؟ طيب انا هخلق دكتور من تحت الارض. ممكن استلف عربيتك لحاجه مهمه يا كابتن؟ تحت امرك العربيه. شكرا. العرب.
فين الدكتور؟ جاي حالا. امتى امتى؟ انا كلمت صلاح في التليفون. صلاح؟ ايوه وعدل. هو انت ما لقيتش غير صلاح تكلمه؟ ليلى تعبانه قوي. على مهلك يا ابني، الحكاية مش هتفرق خمس دقايق. المريضة تقرب لك ايه؟ مراتك؟ أعز من أختي، مخطوبة لأخويا، ما فاتش على خطوبتهم أسبوع. ليلى، ليلى، الدكتور زمانه جاي. على ايه؟ هات اللي جه الدكتور. ما هو صلاح قال. قلت صلاح. اتفضل يا دكتور. انت اخوه؟ ايوه. الظاهر انك عزيز عليه قوي، لكن سايق على سرعه 120 كيلو لدرجه انه عرض حياتنا للخطر. اتفضل. اتفضل يا دكتور. ولازم عملية. تقعد هنا تاني. ده انت وحشتنا قوي. حاسه ان اخويا غايب عني. مش انا برضه زي اختك واكتر يا ليلى. خلاص هقعد هنا والايام الحلوه هترجع زي الاول.
بس شد حيلك عشان تاكلي المشلتت واحط لك ملح على العسل. عن اذنك هخرج اتمرن شويه عشان عادي وحياتي عادي الصلاح شويه. حاضر صلاح، انا هنزل معاك هروح اجيب الدواء. انا معايا 2 جنيه و70 قرش كفايتني. انا معايا 3. يلا اقول انا عندي ايه. مفيش حاجه، شويه برد وجهاد. لا انا عارفه نفس المرض اللي كان عند امي. انت بتقولي ايه بس؟ انت ما فيكيش حاجه خالص. طول عمري خايفه من المرض ده، عشان كده ما كنتيش بتخليني ابوسك. لا يا لا يا نور. مالك يا ليلى؟ ابدا، بس عمري ما كنت اتصور ان ممكن حد يحبني الحب ده كله. السعادة دايما عمرها قصير. انت نسيت انك هتعيشي 100 سنة. خايفة يكون 100 يوم. ما تقوليش كده. زمان كنت بتمنى الموت، دلوقتي حياتي بقت غالية عليا. عشانك انت عايز اعيش. قولي الحقيقة، ما تخبيش عليا ابدا. انت ما عندكيش مرض خطير ولا حاجة؟ كلها يومين، جمعة بالكتير، وهتبقي عال. هتقعدي عندي هنا في أمي عشان تبقي دايما جنبي. انتي نسيتي نقول لها البيت صغير والأولاد، وحافظ طول عمري أحبك لغاية لما تبقي عجوزة وكركوبة. وانا بعت له البلد عشان اخد 100 جنيه، احنا عال قوي، بس انت ما تشغليش بالك بحاجه. ربنا يخليكوا ليا. بس المهم انك تسمعي كلام الدكتور وتداومي على العلاج. متاخر قوي، هو ما قالش هيرجع امتى؟ زمانه جاي. الساعه كام؟ حوالي 12 دلوقتي. امال فين ساعتك؟ بعتها تتصلح. انت مشتريها من شهر. عادل
انتوا في حاجه مخبيين عليا؟ ليلى انا عمري كدبت عليك؟ دي يا واحده. صباح النور يا سيدة نور، والنبي خليكي مع ليلى شوية، أنا هنزل أستنى صلاح على القهوة تحت. روحي يا أخويا أنا معاك. الساعة جابت 8 جنيه، وأنا استلفت 5، والحمد لله المستشفى ببلاش. نور. ها؟ خير يا نور؟ رحت المستشفى، ولا سرير فاضي. حاولت المستحيل. ادوني نمرة وقالوا لي لما يجي دورها. امتى يعني؟ بعد شهر، شهرين، سنة، مين عارف. بعدين؟ رحت لخالي خدت منه قرشين وحجزت لها اوضه في مستشفى خصوصي، بس لسه ناقص اتعاب الدكتور اللي هيعالجها. خد دول دلوقتي. والله انا مش عارف اقول ايه ولا كلمة. طب دلوقتي عايزين ناخدها المستشفى ومش عارف اقول لها ازاي. اسمع، روح على التاكسي وتعالى. يلا انا وانت هنطلع لها، بس اوعى تكشر. صباح الخير يا ليلى. صباح الخير. لا اصلي كنت عند الدكتور بدي بالاشعه. ولا كيف؟ ده اتبسط قوي. بس الدكتور شايف انك تروح المستشفى احسن. مستشفى؟ ليه؟ اصل هنا رطوبه قوي عليك. بالعكس، ده هنا الشمس كويسه ولا دافينا خالص. معلش يا ليلى، عشان تخفي اوام. أخف من إيه؟ أنا مش عيانة، مش كده يا نور؟ أيوة يا ليلى، بس ما تخافيش، حقيقي ما فيش حاجة. إذا كنت عاوزة تقعدي خليكي. أيوة أنا هقوم، أنا خفت خلاص. هروح أساعد الست زنوبة في الأكل، ومن بكرة الصبح هرجع الشغل التاني. ليلى، الدكتور خايف يحصل مضاعفات. هقعد في المستشفى كتير. اسبوع، يمكن اقل. زعلانين علشاني؟ بالعكس يا هلال، احنا فرحانين علشان هتخف في اوام وترجعي لنا بالسلامه. هتوحشوني قوي. لو كان ليا اخوات ما كانش ممكن احبهم زيكم. الاسبوع ده هيفوت عليا كانه سنه. هبقى دايما افتكر البيت اللي عشت فيه أسعد أيام حياتي، وهفتكر أعز الناس بالنسبة لي. ننزل بقى. ليلى،
دي؟ ان شاء الله تكون عجباكي. حلوة. طول عمري كنت بتمنى يكون عندي اوضه زيها. عقبال ما تكوني في البيت الحلو والصغير. حلو قوي الجنينة. كل يوم هنا هقف استناك. حابة دايما اجيلك. اوعى تعطل نفسك عن المذاكرة. الامتحان قرب. ما تخافيش هنجح بامتياز. ان شاء الله. صلاح. هفرح قوي يا صلاح لو نجحت. لما يجيلك مشوا كتير من البلد. من فضلكم المريضه لازم ترتاح. مش ممكن بكرة الصبح. ممكن. متشكر. دكتور في امل انها تخف؟ ربنا يسهل ان شاء الله. متشكر. ربنا يطمنك. يلا بينا. الله. بكرة كنت بيجي رايح على فين؟ رايح. طب وحضرتك ازاي؟ انا مسافر البلد وهحاول اجيب فلوس. مفيش داعي كده يا دكتور. الحقن والادوية لازم يجوا النهارده. يلا بينا. نور ابن خالك اهي. اطلب منها فلوس ده مش عيب. يلا واحنا هنستناك هنا. روح روح. سلوى سلوى. اهلا نور. صباح الخير. رايح فين؟ في الحقيقه عندي مشوار مهم. طب تعالى اوصلك. تعال. ولا حاجة. لا صحيح. تحتاج الفلوس. بس كده؟ خد اللي انت عاوزه. أنا عايز 20 جنيه. بس؟ كفاية. أقدر أنزل هنا؟ رايح فين؟ اشتري دواء. لمين؟ اظن مفيش داعي للتحقيق. ازاي مفيش داعي؟ اتفضلي الفلوس اهي. مش عايزها. انا هنزل هنا. لا يا نور مش قصدي. انا بحبك يا نور وبابا وافق على جوازنا. اول ما تظهر النتيجه نكتب الكتاب ونسافر على اوروبا. انا بحب واحده تانيه وهتجوزها. نور ازاي العلاج ما ابتداش لغايه دلوقتي؟ يا دكتور قالوا هيجيبوا الحقن والدواء النهارده الصبح. الساعة بقت 12. الدواء والحقن لازم يجوا حالا وينضافوا على الحساب. حاضر يا فندم. من فضلك يا دكتور.
ايوه يا بنتي. هو العلاج هياخد وقت قد ايه؟ حوالي شهرين او ثلاثه. انا عندي ايه يا دكتور؟ حاجه بسيطه. لا انا عارفه. اطمني، لو العلاج مش مظبوط هتخفي وصحتك هتبقى كويسه. تمنهم قد ايه؟ حوالي 8 جنيه. وبيخلصوا امتى؟ الدواء يتكرر كل اسبوع والحقن كل 3 ايام. يعني دواء ب 10 جنيه في الاسبوع غير اجره المستشفى. التفت لنفسك ولمستقبلك. انا كلها شهر وهروح المصحه. في الشهر ده هتكوني خفيتي. تفتكر الموت مش هيستنى عليا كمان شهر؟ ما تجيبيش سيره الموت، انت لازم ترجعي دلوقتي اوضتك. نور، انا لو فضلت معاك هيجي يوم وتحس اني حملي تقيل عليك وهتندم على كل شيء وتلعن اللحظه اللي شفتني فيها. وانا مش عايزه اليوم ده، مش عايزه اليوم اللي احس فيه انك بتكرهني. لازم اعملها بسرعه والا حياتها هتبقى في خطر. وسيادتك اللي هتعملها؟ لا، في دكتور اخصائي واحد هو اللي ممكن يعمل العمليه. ممكن تتصل بيه وتتفق معاه. والعمليه هتكلف قد ايه؟ حوالي 300 جنيه. ايه؟ عن اذنك. عن القرادين اللي حلتي في البيت. كتر خيرك يا ست زنوب، بس الحكايه دي هتاخد وقت والعمليه مستعجله. انا اقدر اجيب 100 جنيه. منين يا صلاح؟ معروض عليا العب ماتش بوكس ضد بطل اسكندريه ومنتظرين رد الليله. لا يا صلاح، اولا انت مالكش في البوكس، ثانيا الملاكم ده عنيف جدا، ده موت واحد السنه اللي فاتت. ربنا يسترها. اشوف وشكم بخير يا جماعه. ايه عادي؟ على فين يا جدع؟ مسافر البلد. وده وقته يا ابني. يعني وعادي معاكم هيعمل لكم ايه؟ عن اذنكم الحلاطر يا كمان. سيبه يا صلاح، ده وقت سيبنا فيه. 400 جنيه مرة واحدة؟ ما هو اصله حضرتك مش عارف انا عايزهم ليه. عارف طبعا، هو في حاجة بتستخبى؟ تعال يا ستي شوفي البيه اللي عايز 400 جنيه عشان يصرفهم على الست. ايوه يا بابا، ده لا بيذاكر ولا بيروح الكلية وكل فلوسه بيصرفها على الست. والهانم بقى بتشتغل فن وكباريه، تكونش عايزه تشتري عربيه ولا يمكن نفسها تسافر اوروبا. اضحكوا لان ايديكم مش في النار، فاهمين ان كل الناس زيكم ما يصرفوش فلوسهم غير على الفسح والعربيات. مش حاسين ان في مرض وفقر؟ الانسانه اللي انتوا بتضحكوا عليها دي اصرف مخلوق في الدنيا، كل ذنبها انها فقيره، ومع ذلك انا بحبها ومش هتجوز غيرها.
في ايه؟ الدكتور منع الزيارة. ليه حصل ايه؟ المريضة تعبانة. خير يا دكتور؟ العملية لازم تتعمل النهاردة أو بكرة الصبح بكتير، وإلا بعد كده مفيش أمل. حرام، انت اللي خدت مني لك. هي فين؟ ما جبتهاش معاك ليه؟ هات المقص احسن يا عوض. الله، دي فكرة الخطوبة. مبروك، خلي بالك منها، دي بنت حبيبي وانا بحبها قوي. ليلى عيان قوي وفي المستشفى، لازم تعمل عملية ومفيش فلوس. إذا ما عملتش العملية هتموت. هتموت؟ لا، خد خد دول، خد دول هدية فرحكم. ابقى سلم لي عليها، ولما تخف ابقى خليها تجيني عشان أشوفها. ابقى تعالى معاها. سلامة.
هلعب الماتش. الحاج ابراهيم ملكين ماتش. حاضر يا اخوي. فلوس العملية جهزت دلوقتي؟ تقريبا. وامتى العملية؟
بكره الصبح. على خير الله. يا رب. العملية كويسة والحمد لله. يعني خلاص مفيش خطورة؟ أقدر أطمنك لو عدت 24 ساعة بدون مضاعفات. متشكر يا دكتور. يا رب. يا دكتور استريح شوية. ده احنا من ساعة ما جينا ما قعدتش. من هنا لازم يروح المستشفى دلوقتي. ملوش لازمه. لو جرب حاجه كان اتصل بينا. ما تحاول تنامك شويه. انام ازاي بس؟ مش ممكن قبل ما اطمن. جراحه اوضه ثلاثة. منك الله يا شيخ. ليلى. الحمد لله. انت كنت بتعيط؟ اصلي رحت الاوضه اللي كنت فيها قبل كده ما لقيتكيش. ما تصورتش ازاي هعيش من غيرك. لا خليك زي ما انت. صباح الخير. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا دكتور. عن إذنكم. أقدر أطمنك بعد 24 ساعة. أقدر أطمنك بعد 24 ساعة. أقدر أطمنك بعد 24 ساعة. إيه مبروك. الله يخليك. بس ما تنسوش تعزمونا في الفرح. طبعا. شكرا يا دكتور. الحمد لله. مبروك يا نور. أنا مش عارف أشكركم إزاي. ربنا يخليكوا ليا. ما تقولش كده. إحنا إخوات. الحمد لله على السلامة يا ليلى. الله يسلمك. أنا مش عارف أشكركم إزاي. على كل اللي عملتوه علشاني. ربنا يخليكم ليا. إحنا عملنا إيه يعني؟ ده أنا عان خالص. أنت خفيتي. وانا كلت علقه بس ضربت بطل اسكندريه. وانا اتجوزت بخاطرها. خدت بخاطرها. عقبال ما نفرح بيك بقى انت ونور. ما شاء الله بقى شدوا حيلكم خير البر عاجله. انا هنزل اجيب المأذون. يلا بينا صلاح. يلا.